عايزه اخدكم بقى لخبر، خبر بقى الحقيقه كنت بقوله للزميلات الفضليات في النشره هنا زميلاتي، والخبر الحقيقه انا نفسه شدني يعني النهارده كده وانا بنحضر الخبر ده خيالي راح. بصوا الخبر بيقول ايه وتعالوا كده ايه ندردش فيه مع بعض. بيقول اكدت دراسه حديثه ان اللب الداخلي لكوكب الارض يعني جزء داخلي لكوكب الارض توقف عن الدوران، وذلك امتى؟ خلال العقد الماضي، يعني بقاله يعني الكلام ده من 2009. الدراسة بتقول إيه؟ بتقول أيضا أن لب الأرض يعني عكس حركته، يعني عكس الحركة اللي هو بيدور بيها. وبحسب الدراسة فإن اللب الداخلي الصلب لكوكب الأرض يدور بمعدل أبطأ من معدل دوران الكوكب نفسه، يعني بيدور بطريقة بطيئة جدا. لكن العلماء أكدوا أن هذه الظاهرة قد حدثت قبل ذلك. تعالوا بقى نعرف إيه التأثيرات وإيه اللي بيحصل والتوقف ده ومكان لب الأرض، وهل في فعلا خطر علينا؟ يعني هل هيبقى في خطر؟ خلينا كده نروح للعلم. دكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم على حضرتك وكل المشاهدين، وكل سنه طيبين. وحضرتك طيب وبالف خير. حقيقه الخبر يعني لو انا بقراه بقى انا كمواطن وبشكل عادي هقلق اقول ايه ده، يعني بالعامي بتاعنا هقول يعني الارض ما بقتش تدور. هو حقيقي الدراسه يعني اثارت نوع من الجدل العلمي، وفي وجهات نظر كتيره كلها تتعلق بدقة البيانات اللي اعتمدت عليها الدراسة، وأنا مش هشكك فيها، لكن هو حتى الآن ما ثبتش بالدليل القاطع إن لب الأرض بيدور سواء يمين أو شمال. تمام. علشان الدراسة تقول إن هو عكس اتجاهه. إحنا من خلال كل الدراسات الفيزيائية اللي موجودة عارفين إن في بعض المجالات زي المجال المغناطيسي للأرض اللي بيتغير بشكل ثابت وبيغير اتجاهه كل كام مليون سنة، وتغيير الاتجاه مش فجأة، يعني بيبقى تدريج. تمام. وعشان كده في مراصد مغناطيسية على مستوى العالم بترصد المجال ده، واللي من أهمها أو أهم تطبيقاتها عملية معايرة أنظمة الملاحة الجوية والملاحة البحرية في السفن والإرشاد النقل البحري والنقل الجوي. لكن فيما يخص لب الأرض أصلا البيانات السيزمية أو الزلزالية اللي اعتمدت عليها الدراسة غير متوفرة لدى عديد من المعاهد الدولية. تمام. أنا هنتكلم على أعماق آلاف الكيلومترات. طبعا. وطبعا مش كل المعاهد لديها محطات تسجل تلك البيانات. أكيد. لكن للناس أو المواطن العادي الآن عليه نتيجة الدراسة إن اليوم هيقصر أو اليوم هيطول. وده طبعا يعني نتيجة كل الدراسات السابقة الفلكية والجيوفيزيقية من ساعة ما تم تأريخ للأرض 4.5 مليون سنة ما ثبتش إن النهار قصر أو طول. أيوة. بدرجة محسوسة. طب إيه اللي أضافته الدراسة دي إذا كان حصل تغيير في دوران لب الأرض اللي لسه لم يثبت بالدليل إنه بيدور؟ يعني هل نقدر نقول إنه الخبر ده انت مفيش دليل مؤكد وهو تحت الدراسه؟ بالظبط. لكن هو فتح شهيه عدد من المدارس العلميه ان احنا نستفيد اكتر في دراسه اعماق الارض. تمام. احنا طبعا كل الجزء اللي بيهم الباحثين حاليا بما فيه مجالات كشف البترول والكلام ده في القشره الارضيه اللي اقصى عمق ليها 45 كيلومتر. تمام. طب اسمح لي يا دكتور انا هسالك بعض الاسئله اللي هتبقى في مخيلة الناس، يعني الناس لما هتسمع الخبر ده عايزين يعرفوا حاجات ببساطة. هل هذا التوقف إذا ثبت زي ما حضرتك قلت وتم تأكيده ممكن يأثر إزاي على حياتنا، على المجال الكهرومغناطيسي مثلا، الشبكات المحمول، الأقمار الصناعية، كل الأشياء دي هل ممكن يأثر فيها؟ هل ممكن يأثر في المناخ، المد والجزر، كل يعني هيأثر في إيه لو ثبت؟ يعني الأسئلة دي مهمة جدا، والإجابة عليها تتعلق كل ظاهرة من دي مرتبطة بإيه. يعني المد والجزر مرتبط بعلاقة الأرض والقمر. تمام. إذا تغيير لب الأرض ودورانه مش هيكون ليه تأثير بالمد والجزر. تمام. التغيرات المناخية طبعا القصة مختلفة. أيوة. الحاجة الوحيدة لو جدلا ثبتت صحة
الفرديه دي هتاثر على المجال المغناطيسي للارض نظرا ان لب على الجاذبيه الارضيه مثلا يا فندم، هتاثر على الجاذبيه الارضيه؟ لا، على المجال المغناطيسي المغناطيسي. تمام تمام، لان لب الارض مكون اساسا من حديد ونيكل اللي هو احد الاسباب الرئيسيه للمجال المغناطيسي اللي موجود في الارض. تمام، ده لو ثبت الفرضيه دي، وبالتالي ممكن يبقى فيه يعني مسائل خطيره جدا. النهارده امثله يا دكتور زي ايه؟ المغناطيسيه، البوصله المغناطيسيه والانحراف المغناطيسي، كل ده ممكن يتاثر، وبالتالي الملاحه الجويه هتتاثر. وده اللي بخليني بقول لحضرتك الفرضيه دي اصلا غير صحيحه. يعني ممكن يأثر على الأقمار الصناعية، شبكات المحمول، الواي فاي، العالم كله بقى بيستخدم الأشياء دي. لا، ما يأثرش. لا، مش هيكون ليه تأثير بالقصة دي. الحاجات دي بتتأثر أكتر بالعواصف الكهرومغناطيسية اللي جاية من الشمس. تمام. عشان كده علوم الفلك بقى فيها تخصصات حديثة اسمها السبيس ويذر أو الطقس الفضائي. بتدرس تأثير العواصف الكهرومغناطيسية والمجال والبقع الشمسية على الاتصالات المحمولة، الأقمار الصناعية، ودي يعني في دراسات كثيرة متعلقة بيها. احنا عارفين في سباق، مش عايز أقول سباق محموم، في تنافسية عليها على برامج الفضاء، وبالتالي النجاح في دراسة العواصف الكهرومغناطيسية وتأثيرها على المجال الأرضي والفضاء المحيط بالأرض عنصر مهم جدا لبرامج الفضاء. أكيد، اللي هي فعلا شهدنا فيها تطور كبير في العقد الماضي. يعني أكيد. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية. وطبعا إذا الكلام ده اللي اتكلمنا فيه على توقف لب الأرض عن الدوران أو عدم حركته أو عكس حركته عكس اتجاهه، زي ما أكد دكتور جاد القاضي، إنها أشياء تحت الدراسة وغير مؤكدة حتى هذه اللحظة. صحيح بنحس، امبارح كان في زلزال على فكره بسيط، بنحس بتغير مناخي، لكن واضح ان كل هذه الاشياء ليس لها تاثير حتى اللحظه، او لم تاتي بدراسه او تاكيد حتى هذه اللحظه. بنحب ان احنا ناخد وندي، لانه يعني الانسان يفضل دايما يدرس ما يدور في الكواكب ويعرف اللي بيحصل.